أخبار اليوم. الأستاذ علاء عبد الوهاب رئيس تحرير كتاب اليوم، برحب بك في بوابة أخبار اليوم. أهلا بك، أهلا وسهلا. في البداية أستاذ علاء، جائزة مصطفى علي أمين قيمة ثقافية بيقدرها كل الكتاب والصحفيين الموجودين في مصر، فماذا تمثل لك هذه الجائزة؟ يعني الحقيقة هي زي ما حضرتك تفضلت، هي بتمثل قيمة وبتمثل إضافة في السي في لأي حد بيكون عنده حظ ويندرج تحت قوائمها بأي فئة من فئاتها. الأهم على فكرة أنا شايف أنه أنك تختم حياتك بجائزة علي مصطفى أمين ده شيء طيب، ولكن أنه يكرم أوائل الخريجين في كليات وأقسام الإعلام دي يمكن لفتة من القائمين على الجائزة، تؤكد تواصل الأجيال وأهمية دخول دم جديد في شرايين المهنة. وأيضا أتصور أنه دايما بيبقى فيه معايير موضوعية بيتم الاحتكام ليها، بدليل أنه مش بس ولاد علي ومصطفى أمين في أخبار اليوم اللي بيحصلوا على هذه الجائزة، ولكن الزملاء من مؤسسات قومية ومؤسسات حزبية و أيضا جرائد مستقلة بيبقوا ضمن الحاصلين عليها، وده يمكن بيخلي قيمة الجائزة مش محل، يعني نقدر نقول مش محل تقليل من أهميتها، لأنها بتأخذ على سبيل أو بتمنع على سبيل المجاملة لأبناء الأخبار فقط. أستاذ علاء، فرصة أن حضرتك موجود معانا تقول لنا ذكريات حضرتك عرفتها أو عشتها مع الثنائي علي أمين أو مصطفى أمين، ما لا يعرفه المشاهدون زي ما بيقولوا. لا الحقيقة أنا كان حظي سيء لأنه ما لحقتش المرحوم الأستاذ علي أمين لما دخلت أخبار اليوم سنة 80، إنما الراحل الأستاذ مصطفى أمين كان موجود. هو الحقيقة يعني ما أعرفش الكلام ده هيزعل ولا هيفرح، انه دايما جيل اسد سيتي كان من حق منحاز اكتر على المستوى الانساني لعلي بيه وعلى المستوى المهني المصطفى بيه. يعني هذه الثنائية لاحظتها في حكايات كثيرة كان جيل اسد سيتي اللي احتكوا او تتلمزوا على ايدين الاخوين امين، دايما يقولوا انه يعني علي بيه صاحب القلب الكبير وكان له قلب طفل، رغم طبعا أنه على مستوى المهنة كان واحد من العلامات المهمة في تاريخ المهنة في مصر كلها. مصطفى بيه يمكن برضو كان بيتقال أنه الأكثر حزم، وأنه الرجل اللي يعني في الإدارة لا يعرف غير الصح، ويمكن يعني هذه الثنائية في التكوين من عوامل نجاح المؤسسة، لأنه لو كانوا الاثنين متطابقين في الطباع وفي التكوين الإنساني والمهني ما كانوش هتكاملوا إنما هتطابقوا، وأعتقد أنه ده كان ممكن يبقى يعني المؤسسة كانت تبقى أقل توفيقا، إنما التكامل اللي حصل أعتقد أنه دفع المؤسسة منذ نشأتها، ويمكن احنا لحد النهاردة بهذه الروح ما زلنا بنتقدم وما زالت أقدامنا راسخة في المهنة وفي الإعلام المصري كله. أستاذ علاء، كيف ترى مستقبل الصحافة المصرية في القريب والبعيد العاجل؟ مش عارف يعني أقول، عايز أقول البعيد والقريب العاجل. يعني أنا شخصيا متفائل بطبع، إنما أنا متصور إنه احنا محتاجين نتعب على مهنتنا أكتر بأمانة، ويعني مسألة المنافسة بين الورقي والإلكتروني بين التلفزيون والورقي يعني كل دي تفاصيل، إنما أنا أعتقد أنه الإعلام المصري بكل تجلياته وتنوعاته على محك صعب. أعتقد أنه أيضا هناك المنافسة الأخطر، المنافسة اللي جاية من وراء الحدود. احنا عندنا النهاردة الحقيقة بدون مذكر يعني أمثلة لأسماء صحف بعينها، أعتقد أنه بعض الصحف الناطقة بالعربية أو اللي بتصدرها مؤسسات عربية لها جمهور قارئ في مصر. ده ممكن يبقى له وجهين، وجه إيجابي أنه إحنا بالفعل
كالقارئ المصري ذواق وبيبحث عن الخبر الصادق وعن التحليل الجيد، ولكن برضو الجانب الآخر أنه ما عدناش لوحدنا في الساحة، يعني لازم يبقى فيه انتباه إلى أنه فكرة العالم يتحول إلى قرية كونية، مسألة معناها أنه الميديا اللي من وراء الحدود أو اللي ما عادش بيحدها حدود مسألة لازم تبقى محل اعتبارنا في أخبار اليوم وفي الإعلام المصري عموما. حضرتك رئيس تحرير كتاب اليوم، كتاب اليوم بيقدم الكتاب الثقافي والقصة وكتاب الطبي، بيقدم كذا نوع مختلف من الكتب، ولكن دلوقتي احنا شايفين الجيل الجديد كله بيعتمد على الفيسبوك وزي ما بيقولوا يعني مواقع التواصل الاجتماعي اكتر من الكتب، فكيف ترى حضرتك الان الشباب من الثقافه؟ لا والله انا مش قلقان، يعني انا دايما بيبقى عندي واحد من المؤشرات الحاكمه في المساله دي وجودي في معرض القاهره الدولي للكتاب. الحقيقه اغلب الجمهور شباب، مش رايح يتفرج بس، بيشتري وبيشتري كتب متنوعة وبيقبل على كتب السياسة وكتب الأدب وكتب الدين وكتب المستقبليات. الحقيقة أنا يعني أكتر حد أو أكتر فئة ببقى حريص على أني أتابع أدائها ومشترياتها هي فئة ولادنا الشباب. بأمانة أنا ما بحسش بالقلق ده، يعني أنا شايف أنه ده يعني أمر مبالغ فيه إلى حد مش قليل. أعتقد برضو لو خدنا كتاب اليوم نموذج، الحمد لله يعني منذ توليت مسؤولية كتاب اليوم أنا شايف أنه في دايما تصفية للطبعات، بل في مرات بيبقى فيه طلب من التوزيع أن أعمل طبعة تانية وطبعة تالتة، وأحد الإصدارات أصدرت منه 5 طبعات. فأنا متصور أنه أغلب جمهوري من الشباب، وبالتالي القلق ده أنا شايف أنه هو في قدر من المبالغة، قد يكون له بعض الجوانب التي تستحق التوقف أمامها، ولكن المسألة ليست بالخطورة اللي بيروج ليها، وما عرفش ليه بيروج لدايه. بكرة 25 إبريل ذكرى استرجاع الأرض، بإذن الله حضرتك تقول بقى كلمة إن شاء الله كده للشعب المصري في ذكرى استرداد الأرض. أنا نفسي يعني استرداد الأرض يبقى له معنى أكثر عمقا وأكثر دلالة، بمعنى أنه بالفعل هذه الأرض نبسط أيدينا عليها بالتنمية بالتعمير، أنه أبص ألاقي أنه الرقم البشر في سيناء انضرب في 7-8-10 كويس، وفي مدى منظور، لأنه أعتقد أنه معركة التعمير والتنمية على أرض سيناء هي المعركة الأخطر خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أنه يعني التنمية والعمران والإرهاب لا يجتمعان. فإن شاء الله بإذن الله يعني قبل 25 إبريل القادم إن شاء الله تكون سيناء تطهرت من كل ما عانى أبنائها وعانت مصر كلها من عناصر الإرهاب والدم. عبد الوهاب بنرحب بك دايما ضيف عزيز في بوابة أخبار اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا.